السلام عليكم، هلا بالشباب، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد معنا في الباكج ده، تفتيح باكج نجوم الاسبوع. فخلينا نبدا بباكج نجوم الاسبوع اللي هو مش في صلاح، اللي هو انكورد ستارز بتاريخ 15 يونيو 23، بس الجزء الاول. نشوف الجزء الاول ده ما فيهوش صلاح زي ما قلت. اعلى واحد فيه هو فودن، وعندنا ساكا وديابي وماونت وتوموري وكوريا وموسيالا وبين يادر، دي اللعيبه اللي واخده 94. في ثلاث لعيبه تحت خالص واخدين ثلاث نجوم، اللي هو هانكو وبالو توري ودوبي. حارس مرمى تقريبا بيلعب في الدوري الفرنسي، مش عارف نادي ايه بالظبط، استنى اشوف، بيلعب في تولوز تقريبا. فيلا بينا نشوف حظنا هيكون عامل ازاي. اتمنى يطلع لنا حد من اللعيبه الخمس نجوم، مش شرط بقى اقول لك مثلا فودن، مش اتمنى يعني فودن يطلع. نجرب اول تفتيحه ده المجانيه، بسم الله، يا ترى هتكون مين يا مسهل؟ طالما علقت كده بيكون حد كويس. يلا اول تفتيحه فودن عشان نجربه، فودن او ساكا، يعني دي هتبقى ايه ضربه معلم. الدوري الايطالي اربع نجوم واحد من الدوري الايطالي. مين معانا من الدوري الايطالي؟ الرقم 6 سمولينج، كريس سمولينج من روما. اوكي، اول تفتيحة للأسف اربع نجوم وكريس سمولينج. نخش على التفتيحة اللي بعدها وان شاء الله دي يكون حظنا فيها كويس. يا مسهل، يا ترى كم نجمة والدوري ايه؟ لو الدوري الانجليزي اكيد هتكون خمس نجوم بنسبة 90%، وبرضو الدوري الايطالي ولاعب المرة دي خمس نجوم. ممكن يكون كان عندنا مين خمس نجوم في الدوري الايطالي؟ عندنا توموري كان خمس نجوم تقريبا. حلو ماشي، رغم ان احنا مش عايزين مدافعين، احنا عايزين مهاجمين. توموري مدافع الميلان، 94 في الليفل ماكس. يلا بينا اللي بعده يا مسهل. اوكي يلا بينا التفتيحة اللي بعدها يا مسهل. يا رب دوري انجليزي طبعا، معناش عدد تفتيحات كتير، عشان كده اتمنى برضو معلق على الدوري الايطالي. مش فاهم ايه يعني، هو ده حسين ان الباكج كله دوري ايطالي. خمس نجوم برضو كويس. رقم 13 من لاتسيو، معنا مين من لاتسيو؟ ناسي اسمه، استنى بس اشوف الاسم. رومانيولي في لاتسيو، مش يعني ممكن يكون راح اعاره، يعني مش متابع قوي الدوري الايطالي، بس تاهت مني موضوع ان رومانيولي اصلا في لاتسيو. نشوف التفتيحه اللي بعدها، يلا بينا. بصوا احنا مش هنفتح كل الباكج من نفس الباكج بصراحه، عشان ده الباكج ده شكله اخيرا دوري انجليزي ولاعب خمس نجوم. ان شاء الله يكون واحد من ساكا او فودن، والمره دي لاعب من تشيلسي ميسون ماونت، مفيش غيره خمس نجوم. يلا بينا. اوكي حلو، معقوله بصراحه. تمام كده معانا كمان خمس تفتيحات. هل نفتح تفتيح من الباكج ده ولا نخليه من الخمسه الباكج اللي فيه صلاح وديمبلي؟ ماشي، عشان نكون الموضوع يعني متكافئ شويه نعمل كمان تفتيحه من ده. يلا بينا ونخش بقى على الباكج اللي فيه صلاح. يا مسهل طبعا، الناس ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وسبسكرايب لو لسه جداد. طبعا مش هحكي حكايه القناه القديمه، بس يعني لو حد بيشوف الفيديو ده ممكن يكون ناس من اللي كانت بتتابعني زمان. ولاعب رقم 10 من موناكو، وسام بن يادر. اوكي يلا بينا نخش على الباكج الثاني اللي فيه مو صلاح، نشوف اللعيبه الباقي اللعيبه اللي فيه. عندنا صلاح، ديمبلي، باريلا، لوتارو مارتينيز، جريزمان، فالفيردي، رابيو. في كام لاعب ثلاث نجوم؟ برضو في حوالي ثلاث لعيبه ثلاث نجوم، بالكر واخوان خيسوس وليجون. نفتح الاربع تفتيحات بتوعنا من الباكج ده، بسم الله ان شاء الله يطلع لنا صلاح. يا مسهل يلا. الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي، بريمير ليج وخمس نجوم، بريمير ليج وخمس، الدوري الهولندي للاسف اعتقد هي ثلاث نجوم، اريديزيفي. يلا بينا، مش مشكله انت مين اصلا. سكيب 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 سكيب، تولكر،
باقي 3 تفتيحات بسم الله. التفتيح اللي بعدها متفائل، متفائل حد هيطلع لنا يا اما ديمبلي او صلاح او بريلا، واحد منهم هيطلع ان شاء الله. اوكي برضو بس المرة دي 5 نجوم. معانا مين من الدوري الهولندي؟ 5 نجوم، لاعب اياكس رقم 23. مين ده؟ فيرجس ده كان بيلعب في ال... هو جنسيته هولندي اعتقد، انه كان بيلعب مع هولندا في كاس العالم. هولندي ماشي. باقي تفتيحتين بس، للاسف حظنا في الباكج ده مش كويس لحد دلوقتي. يا مسهل يا مسهل يا مسهل. دوري انجليزي البريمير ليج كونان الدوري الاسباني، ولاعب 5 نجوم يا ترى مين؟ ديمبلي، عثمان ديمبلي. قلتلكم انا حاسس ان حد منهم هيطلع. يا سلام بقى لو التفتيحه الاخيره كده صلاح، يبقى احنا كده الفيديو ده خلاص كده اتعشت كده جبرت زي ما بيقولوا. يلا بينا صلاح 97 بسم الله يا مسهل. اخر تفتيحه في الفيديو ان شاء الله حظنا يكون كويس. يلا بينا. هي هي ولا ايه؟ بريمير ليج؟ لا للاسف الدوري الايطالي، للاسف الدوري الايطالي. ملاعب من ده نادي ايه المخطط ده؟ يوفنتوس. مين؟ رابيو. ماشي للاسف صلاح ما طلعش، بس احنا عملنا اللي علينا بصراحه، فتحنا شويه من الباكج ده وشويه من الباكج ده، وللاسف مو صلاح ما طلعش. فبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وعرفونا. اكيد يعني حتى لو ما فتحتوش في الباكج ده هتكونوا فتحتوا في الباكج الاولاني التفتيحه المجانيه، فعرفونا طلع لكم مين من الباكج ده. ما تنسوش تعملوا فيديو بلايك. اشوفكم في فيديو جديد. Peace out.